نوصل للفقرة الثانية بحلقتنا لليوم، وهي مين هن. من بعد ما شفنا جوال بدر مين انت، رح روح سريعا لأول صورة، النجمة هيفا وهبي. هيفا وهبي ديفا. اسمعي، انا هيفا، انا من غيري، انا قلبي اللي بتلد عيون حلوين. عم تقلدي هيفا؟ تقليد مثل ما كلنا عم بقى. معروف انك بتقلدي. اكيد. مين بتقلدي غير هيفا؟ هيفا ما مستحيل حدا يقلدها، مستحيل. ليه عم تقولي في كتير عالم عم تقلدها؟ كتير بنات كتير طبعا. نعم، أخر رسالة وصلت. منروح لصورة تانية، وديع الشيخ. كينج طبعا. حلو. كينج. ما حدا قدر يوصل للي وصله وديع الشيخ. انت وصلتي له؟ طبعا، انا وصغيرة. انت وصغيرة؟ اكيد. هلا الناس رح تقول عني مغرورة، بس اهل ضيعتي بيعرفوا انه كان يمشي معي مواكب وناس وبادي جاردية. طبعا. ليه؟ بصفتك مين؟ بصفتك شو؟ حاولوا يقتلوني. بصفتي جوال بدر حاولوا يقتلوني. ليه اللي بحق له لوديع الشيخ ولغير وديع الشيخ ما بحق لجوال بدر؟ نحن هلا عايشين ببلد في بقلبه امان لحتى لي تظهر من دون بادي جاردية ومن دون سيارات ومن دون ناس. مين هو؟ كينج. بحبه كتير لوديع الشيخ. ايه طبعا، اللي عمله وديع الشيخ. ايه برافو عليك، ما حدا عمله ابدا ابدا ابدا. برافو عليه. حلو. اسمع، روح اسألي عني، انا الاستاذ، هيك اسمي على تليفون كل حلوي. فاذا خلصنا هيفا ووديع الشيخ، نوصل الشيخ سعد الحريري. اسمعي، قلو للعالم قلو على الراس بينحط. انت المستقبل كله، سعد لكن الشباب شو مبسوطين؟ أكيد لما شافوا صورة الشيخ سعد أكيد انبسطوا. جاوبيني على السؤال، قلتيلي بنحط على الرأس؟ أكيد. ليه؟ بتحبيه؟ لأنه هو جمع الطوائف كلها مع بعضها. بيو الله يرحمه، الله يرحمه، عمر لبنان، ولما راح بيو دمر لبنان. إيه أكيد بنحط على الرأس. مين هو الشيخ سعد؟ إذا قلتلك مين هو، مين بتقليلي؟ أشرف زلمة بالعالم. شكرا. بوصل لصورة ليه؟ نجم. يي من ماله النجومية؟ عفوا، من ماله النجومية؟ إذا محمد رمضان من ماله النجومية، أنت بتعتبري حالك نجمة يعني أكتر من محمد رمضان؟ هو بيعتبر حاله نجم؟ أكيد نمبر وان. لا ماله نمبر وان. كل اللي نمبر وان اليوم، هيدي نمبر وان. هيدا نمبر وان. عندهم شعبية، مش متكبرين، مش بيجوا. ليه مزعوجة منه؟ مزعوجة منه. ليه ما غيراني منه؟ غيراني منه؟ طب ليه عم تنتقديه؟ شو بدي غير منه؟ شايفني عندي دقل حتى لي غير منه؟ نفسيته مش نفسية إنسان محترم. طب ليه شو بكي؟ ليه مزعوجة منه؟ شو عامل؟ ما شفت لما أجا على لبنان شو عامل؟ شو عامل؟ شو عامل لما أجا على لبنان؟ شو في فيديو هو بالطيارة حاطت صباته وحاطت اللوجو إنه أنا رايح على لبنان. وحاطت ليكك اجر على اجر، وكل الناس شافته لهيدا الفيديو. أوكي. وانا نزلته عندي. أوكي. يحترم حاله، لانه نحن لبنان موجوعين. موجوعين، عم نموت. مش بيجينا بتيارات خاصه وبيعمل امبيونسات وهالقصص عنا هون ببلد. بعد البريك بدنا نروح للصندوق الاسود واسمع صوتك لنختم هيدي الفقره بغنيه غنيكي. بس عندي سؤال، كيف تعمل هيك شوي؟ خلي الكاميرا بس تشوف. في انت عامله رسمي حدا هون. خيي توفى الله يرحمه. خيي طلعي فيي. خيي والله خيي. عشان هيك نزعج زوجك؟ زعجت انه توطي، عيب. انا رح احترم جوابك ورح اوقف لهون. بعد البريك الصندوق الاسود، تفضلي غني.